هذاك الظرف وانتشر والكل شافها طبعا. فحبينا اليوم يكون الظرف مختلف نوعا ما من ناحية الشخص اللي هتشوفه. هطلب منك انت تشوفه بعدين نحكي في الموضوع. بسم الله. شفت؟ نعم. 25/3. نعم. الشخص الذي شفته في هذا الظرف تعرض لحادث. نعم. سيء جدا. اولا نتأسف اذا انت عايز يعجبك هذا الموضوع، ما عادي، ولكن حابين نطرح الموضوع بشكل مفصل اكثر. ماذا يعني لمحمد؟ ماذا اثر على محمد؟ طيب 25/3/2022 كان يوم جمعة. نعم. كنا عصرا في رحلة عائلية وكانت معي عائلتي كلها، وقررنا انه ناخذ الاي تي في او البطبطة الجبلية صح التعبير. زوجتي كانت خايفة انها تركبه، ولكن اصرت عليها انها تطلع فيه يعني تنبسط وتستمتع. في عندنا في قطر عندنا كثبان رملية في منطقة اسمها سيلاين. سيلاين نعم. بعد لحظات يعني ما طلعنا، زوجة اخي تعرضت الى حادث، قلبت فيها الدراجة، فرحنا كلنا نركض عندها وكانت تبكي وحالتها حالة. فانا كنت احاول اني ألطف الأجواء، صورتها وقلت لها أمي وبلا دلع من هالكلام. فأنا بدي إسعاف نجيبها إسعاف يأخذها، فبتطلع من بعيد على بعد تقريبا كيلو، فأنا شايف طيارة هليكوبتر نازلة في المكان، شايف إسعافات في كل مكان. فقلت لي ابن عمتي روح نادي إسعاف من هناك، يعني في إسعافات كتير جيب إسعاف. فراح ابن عمتي ورجع وجاب إسعاف، والإسعاف أخذ زوجة أخي. فأنا بقول لابن عمتي إيش في هناك؟ في إشي كبير، في ضجة كبيرة، في قال في حادث كبير، ناس مكسرين تكسر. بس وقت وزوجة أخي على الأرض إحنا كنا نتساءل أنا وين زوجتي؟ بتصل زوجتي مش لاقيها، إنها لازم تكون معنا في هذا الظرف، ولادي معي حوالي، بس وين زوجتي؟ بتصل عليها والكل بيقول اتصل عليها ما لقيتها. بعد ما الإسعاف شال مرت أخوي أنا رحت أدور عليها بنفسي، كبت على الدراج ورحت أدور عليها في المخيم فما وجدتها، إلى أن جاني شخص كنت أنا مستأجر منه الدراجات وحكى لي زوجتك تعرضت لحادث. قلت له وين؟ وأشر لي على ذاك المكان اللي أنا من نص ساعة شايف الحوامات والطيارات نازلة فيه والإسعافات. رحت كالمجنون ألهث، وكان أصعب شيء شفته في حياتي.